طب احكي لي الاول، كل واحد عايزاه يحكي لي هو بيعمل ايه في حياته قبل ما يبقى مشجع، او يعني انت مين؟ انا حربي محفوظ جودة. لو النب بالظبط كده. بتعمل ايه بقى؟ درست ايه؟ انا درست لغايه اعداديه في منطقتي، انا من مصر القديمه اساسا. خدت ابتدائيه من مدرسه ام الخليج، وخدت اعداديه من عمرو بن العاص، وخدت دبلوم معماري من شركه الحديد والصلب. حلو قوي. ده كل الدراسه. اشتغلت ايه بقى؟ اشتغلت في البدايه، اتمنيت ان اكون سواق، وكنت شغال في الحديد والصلب الاول، وبعد كده كملت في الجيش سواق، وبعد كده حبا في النادي الاهلي عشان يبقى معايا في يوم من الايام عربيه اسوقها واجري ورا النادي الاهلي. احنا يا ريت الناس يعني ترجع لورا تشوف المشقه غير الايام دي. ما هو عشان يعني كده المشجع مستضيفين كل قلبي. المشجع القديم كان بسبب مباراه كوره ممكن يقضي يوم واتنين بسبب ساعه ونص كوره بره بيته. يعني لو رايحين دمياط اهو من 6 الصبح اركب من محطه مصر القطر اوصل طنطا، واغير من طنطا عشان اخد اتجاه دمياط، كل ده عشان نوصل على الساعه 2 ونص قبل 3 نخش الملعب. يخلص الماتش الساعه 5، كان كل المباريات زمان الساعه 3 تخلص 5. ما كانش في اضواء كاشفه ولا لازم منه. ايوه يخلص 5 نتحرك عشان نركب قطر 10 نيجي مصر 3 الفجر. يعني انا بادئ من 6 راجع 3 تاني يوم بسبب مباراه كوره. النهارده في ساعتين زمن يروح اسكندريه ويتفرج على الماتش ويجي ومكيف. ده الفرق. فضلت بتشتغل يعني، ولا كان مثلا التشجيع بيعمل لك دخل؟ تشجيع لا، ما فيش حاجه اسمها دخل. الحاجه الوحيده اللي في تاريخ جمهوريه مصر العربيه بدون دخل مشجع الكوره، اللي هو ده حياته كلها هو ده ادمان. يعني لا قدر الله بعيد عننا اللي فيه مدمن المخدرات، فيه مدمن مش عارف ايه، فيه مدمن، انما الكوره دي ادمان ما دام اتضرب بالكوره. واكتريه المشجعين لازم يكونوا لعبوا كوره. كان زمان الكوره بتاعتنا اسمها الكوره الشراب. وكانت كل منطقه مشهوره. ما هي الوقت ما بقتش كوره شراب، امال بقت ايه؟ بقت الكوره اللي بتجيبيها لابنك وابن حضرتك وابن الجيران. الكوره الكفر. الشراب دي كانت كوره سافنج. انا مش عارفاها بس هل دي كانت بتمرن احسن من الكوره؟ دي هي اللي خلقت المواهب. قول لي بقى ازاي. زي الكابتن فاروق جعفر، الكابتن حسن شحاته، الكابتن طه بصري الله يرحمه عليه رحمه الله، الكابتن الخطيب ده موهبته فزه كانت من بدايه الكوره الشراب. كابتن خطيب انا كنت اعلم كده علم اليقين انه كان بيطلع بيتهم اذا كان دورين ثلاثه بينطق الكوره يطلع نازل طالع. بيتحكم في البرتقانه. دي موهبه. كان في بقى عم، يعني لازم اذكر بالمناسبه، في لعيب كان هو مشهور بالكره، كانت كل منطقه، فكان في لعيب من السيده زينب جابت كتير، كان اسمه محيى اراجوز. ده كان بيختاروه في الاماكن عشان يعمل معاهم دخل. كانت الكوره زمان تتعمل ارض فاضيه وحوالين منها كراسي، واللي يبيع شاي ايام التعريفه بقى والارسال والخمسه. ادي الدنيا. كلنا شفنا انك بتحكي لنا. وكانت الكوره زمان بملاليم، وكان في لعيبه كوره وفي انتماءات للانديه. صعب تلاقي فاروق جعفر يروح يلعب في الاهلي، اسماعيل يوسف او يروح الاهلي، صعب الخطيب يروح الزمالك، صفوت عبد الحليم، مصطفى عبده، كابتن حسن حمدي، سمير حسن، فتحي مبروك، الاجيال دي كان صعب تروح. النهارده اللاعب السنه دي في الاهلي، بكره السنه الجايه في الزمالك. عشان فرق، عشان الاحتراف، فلوس. ويقول لك عشان أأمن وأأمن. والله يزيدهم. بس احنا عايزين نرجع حته الانتماء. الحاجه الوحيده اللي على سبيل الذكر بقولها لحضرتك، المشجع ما يقدرش مشجع اهلاوي يبقى زملكاوي ولا مشجع زملكاوي. دي اظن ما حصلتش. صعبه.
حتى لو النادي بتاعه الله يكون في عون. يعني انا بشفق على جماهير نادي الزمالك بامانه ان هم مخلصين الى ناديهم. احنا بنحمد ربنا, وانا عن نفسي انا ان انا عمري كله بطولات للنادي الاهلي, فبتنعم بهذا الموضوع ومديني طبعا شعبيه وعامل لي شغل ان النادي الاهلي ده نادي وخلاص بقينا اعلى نادي في العالم حصادا للبطولات الحمد أيوة لله. ايوه الحمد لله. طبعا مجازره انت كنت بتشتغل ايه؟ انا كنت شغال مع ابويا. شغال مع ابويا بتاع رحمه راسي وبتاع, واتجهت للكوره. يمكن الكوره يعني انا الوحيد غير اي حد, يعني الكوره خدت حياتي كلها. خدت كل حاجه. انا بقى دلوقتي اكتر من 4 سنين ما روحتش ماتش كوره. حتى كوره بتتلعب بجمهور ما روحتش ماتش كوره. المتعه في الكوره راحت. مفيش متعه. يعني انا دلوقتي ممكن الاهلي بيلعب ياخد بطوله افرح في التلفزيون. ليه؟ ايه اللي غيرك كده؟ فين المتعه؟ فين المتعه؟ ايه الفرق؟ لا قولي مش حاسس. الناس اللي بتخش بتولع شماريخ, بتضرب في العساكر, بتضرب في الشرطه, بيشتموا في الجيش, بيشتموا في البلد. الناس دي عاوزه ايه؟ يعني بالراحه كده, اي واحد عاوز دلوقتي يرجع الملعب. متعه الراجل ده ايه؟ خش ملعب كوره. طبعا خش شجع من جوه, صح كده؟ في سنه من السنين قالوا لك اللي هيضرب او يولع شمروخ بدون جمهور, كانوا بيولعوا وبدون جمهور مش فارقه معاهم. ولو اتحاد الكوره عمل هيقول لك مثلا اللي هيولع ويضرب 6 نقط 9 نقط هيولع, ومش فارق معاهم النادي ولا فارق معاهم اي حاجه. المتعه بتاعت الكوره راحت. طب انت حزين قوي قوي يا عم جزره. طبعا يعني انا كنت بروح الاول صاله نادي الزمالك دي, وانا داخل الملعب بتمتع. خش صاله الزمالك بتمتع, وروح الماتشات الاول بتمتع. دلوقتي مفيش حاجه. والشرطه عندها حق والجيش عنده حق. يدخل مين؟ يدخل مين؟ طب انت في العرض اللي اتعمل دلوقتي ده, اللي انت من قلبك عملت, انت اللي قايد تقريبا معظم الحاجات يعني, تعمله لمين دلوقتي كده؟ لا يعني إيه؟ انا النهارده مثلا جاي, يعني مثلا محارب قال لي في برنامج وبتاع جاي وفرحان. انا بقول لك يعني انا بقالي 4 5 سنين في الكلام ده. يعني ممكن الاهلي بيلعب ماتش يخبط بطوله افريقيا بتاع, اقعد كده مع نفسي كده اغني. نقعد في القهوه كده مع بعضينا كده, الشله بتاعتنا, نقعد نغني كده مع بعضينا. انت مش كده, مش ان انا اكتر من كده. انت كمان عندك نفس الحاله. طبعا لان هي احنا كمشجعين اتعرفنا منين؟ من الماتشات الجماهيريه. والجماهير عرفتنا في جميع انحاء مصر وبره مصر. احنا على علاقات جامده بناس على مستوى في كندا وبلجيكا, وبيجي لنا يعني لمؤاخذه مخاطبات ورسائل تليفونيه وكلام من ده. لما بنعمل برنامج زي حضرتك وبيسمع. اما بنكون في فيلم وعاملين فيه مشهدين, او بقول في حديث بدي جمهور الاهلي اللي هو جواه قلبه عايز يوصل له. فالنهارده لمؤاخذه, انا متعتي ان انا كنت اشجع واطلع من الماتش عرقان, وده يقول لي الله ينور. الله ينور, انتوا كنتوا النهارده جامدين قوي. ايه ده؟ ايه اللي عملتوه ده؟ وكان الواحد فينا بيعمله عن حب. يعني انا عن نفسي رغم سني كنت برقص في المدرجات. وكان لينا اغاني وافيهات وكلام من النهارده, يعني لا مؤاخذه ما ضاعت. وبعدين اذوا ناس كتير. الناس كتير اتاذت. تخيلي الكوره دي لما تكون بتدخل, بتعمل دخل لاكثر من 20 مليون من الشعب المصري. شركات تيشيرتات زي دي توقف حالها, كوتشات, كوفيات, كل الدايره الاقتصاديه, لان احنا كلنا بنصب على بعض. بنصب على بعض, فطبعا كل ده توقف حاله. كله بيدعي. هل دوت مش حرام؟ طبعا حرام. لعيب الكوره كمان ما يقدرش يبدع؟ يعني حضرتك ممكن تعملي فيلم على سبيل المثال, انما بتبدعي قدام الجمهور في المسرح على خشبه المسرح. طب مفيش برضو احنا بنبقى اللعيب بيبدع لما يكون في جمهور. يعني على سبيل المثال ايه, بتشجع الفرقه لو هي حاسه انها نايمه بتقوميها, بتصحصح. بتصحصح سواء منتخب او نادي. يعني جزره اتعرف وخد شهرته من الصلاه اللي بيسكت, لان مشجع الكوره بالذات كان بيبقى شامل كل حاجه في الالعاب الرياضيه. مش مشجع مرتبط كرة قدم. احنا كنا معروفين في الصلاة بكرة السلة, كرة اليد, كرة الطايرة, السباحة دخلناها, بنين وبنات, يعني رجال وحريم. ما خلاص بقينا معروفين. دلوقتي مين اللي بيخش؟
وليهم حق. انت في الجو اللي انت عايشاه مدام سعد مع احترامك سعادتك لازم الناس خايفه. ما ممكن بسبب واحد مع عديم النفس وعديم الانسانيه وعديم البشريه يأذي. واصعب حاجه ما تعرفيش هيبقى فيها عدد مهول مشجعين الكوره، لا قدر الله لو حصل زي اللي بيحصل عند وزارة الخارجية، عند مش عارف فين، في العريش، في الحتت دي. ما هو إنسان ما عندوش حاجة يبكي عليها، بيأذي. أنت متخيل الحماية تيجي إزاي؟ يعني أنتوا كنتوا بتخشوا الماتش عاملين كنترول على الجمهور، يعني طبعا. كانت حتى الجهات الأمنية تقول لك اعمل لي كنترول هنا، امسك الحتة دي، ما تخليش الناس تنزل، مش عارف إزاي، وأنتوا كنتوا عندكم القدرة. كان في احترام زمان، كان في احترام زمان. يعني احنا زمان مثلا في التمرين كان يطلع مثلا اداري بنشتم، سوري يعني في الزمالك، يطلع اداري يشاور ايده كده لفوق انتهى الفيلم. كان زمان تروح ملعب، وعاوز اقول لك حاجه، التعصب في الكوره مش دلوقتي. دلوقتي ما فيش تعصب في الكوره، دلوقتي التعصب لحاجه معينه. التعصب في الكوره كان زمان، كان جابوني الاهلي بيروح الملعب 60 و70 ألف، جابوني الزمالك بيروح 80 و90 ألف. دلوقتي التعصب للبرر والتيشيرت والبتاع والحاجات دي، مفيش تعصب في الكورة. وقتها مفيش تعصب في الكورة. مفيش الكلام ده. يعني الدنيا بقت مادية قوي لدرجة يا إما فيها أهداف. بص أقول لك على حاجة. الروابط دي طورت تشجيع الكورة. كويس. طورته بأمانة يعني مثلا عملت تشجيع الكورة بمنظر كويس. وابتدوا يشجعوا ساعة ونص بمنظر أحلى. ودخلات بمنظر أجمل. يعني حاجات زي الفل. جاب بقى بعد كده بقى الموضوع تبع فلان وتبع فلان وشمروخ واضرب في العسكري واضرب في السول واضرب في الشاويش واشتم بتاع واشتم صريح. انتوا في الحاله دي النقله دي ما كانش يعني حسيتوا ان المساله فكت من ايدكم؟ لا مش فكت قوي. هو تصديق لكلام حضرتك الاول في اللي انت عبرت عنه. ان كان زمان مديرين الامن يعرفونا بالاسم. وكان لينا سيطره. عن طريق حب. يعني انا افتكر سيادة اللي هو اسماعيل الشاعر جزر كان بيبقى في ثالثة ومعانا ناس من اللي قاعدين كانوا بيبقوا في نفس المدرجات وبيشتغلوا، بيبقى معروفين بالاسم. واحد اتنين تلاتة، لو رحنا السويس يجي شخص اتنين تلاتة من المعروفين يقول له لو حصل حاجة في المدرج هياخدك أنت. فبناء عليه أنا بنقل الرغبة بتاعته المصغرة بنقلها على أكبر. يا جماعة نحترم بعضينا، يا جماعة مش عايزين غلط. إذا أساؤوا ما لازم ينساك واحد. النهارده بقت الاساءه ازاي؟ واحد غلط او واحد جاي مدسوس بيبوظ كتير. زي ما بيقول جزر طوروا وعملوا كل حاجه. طوروا وكل حاجه بس الامكانيات اعلى، بس بيخش بيها فيهم عناصر مندسه بقى. بتبوظ وبتشتم. رجعني كسير. للايام الحلوه، خلينا نفتكرها. يمكن الناس لما تفتكر معاكوا بتخلي الناس تشجع، يعني بنشجع الناس انها ترجع للنسق الجميل والخلق اسمه الزمن الجميل. على طول مش جايه من فراغ. يعني الزمن الجميل معناه كل واحد حاسس ان هو بينتمي للزمن الجميل اللي يفضل على السلوك ده. بالظبط. لو ده حصل هتلاقي المساله يعني تقلصت بتاعه النماذج اللي انتوا بتتكلموا عنها. ما هم رجعني للحلو بقى. كان في تشجيع بيشد اللعيب في الملعب. بيحسسه بقيمته. اما تحب تجيب الجون اطلب طاهر على التليفون، رضا يا رضا، الدلع يا رضا. في اغاني كانت بتشد اللعيب في الملعب ينجالي ومودها طيب، مودها طيب، كلامها طيب. انما النهارده زي ما بقول لك حتى الاكل كان زمان. قول لي بقى احلى اجوان انت فاكرها. انت من صالح بقى سليم طبعا. من المايسترو. هو حد هيجي تاني برضه؟ ما هو ده جيله. هو المايسترو اتحب ليه؟ وبقى معلم عند الناس، واخد 9 دوري للنادي الاهلي، ستينات ومكمل. ولولا الكوره وقفت هو وجيله ورفعت الفناجيلي وطه اسماعيل والشربيني ومي عبد الحميد وطلعت عبد الحميد ومروان وحسن الروبي، يعني كل الاجيال دي. تفتكر الجيل الصغير دلوقتي شاف ماتشات، يعني قعد بص على ماتشات الناس دي اللي متصور منها او اللي موجوده على طبعا طبعا. مش الجيل اللي طالع. لا، الجيل اللي طالع بيبص على اللي قبل منه مباشره. انما الجيل القديم كان بياخد منه كلمه. كابتن صالح كان عشان لعيب يلعب في النادي الاهلي كانت امنيه حياته يشوف الكابتن صالح. بس هو يشوفه لو سلم عليه خلصت. هو ده العقد بتاعه. انا عن نفسي انا والراجل ده
كان ليه هبه ربانيه والله زي ما بكلمك. كسبانين الاهلي 2-0، هو كان مقاطع استاد القاهره وراحوا جابوه من السكن بتاعه من الزمالك، المسافه بسيطه. فاكر قوي الباشمهندس هشام سعيد راح جابه، فاحنا بنهيص له، قال لي ما بحبش كده، انت عايز ايه؟ قلت له انا عايز ابوسك. ما كانش يسمع يعني، الهبه الربانيه مخوفاني ان انا اخش، رغم ان اي لعيب دلوقتي تاخديه وتبوسي وتسلمه الاحضان. النمط اتغير، الاسلوب اتغير، شوف الهبه كانت لغايه فين. فلا هو كابتن صالح برنس، كابتن صالح يعني ده برنس، حتى برنس في التمثيل كان برنس، برنس في كل حاجه. ودخل حلو وشوطه جميله، حظك يا صالح، كل عظيم رحمه صالح في الهارد لاك ببخت توتنهام براون. صالح لير قنبله الى حماده، الى طه في الوجه الشمال لصالح سليم، وانتو بينه وبين طه، هو والجول بيحطوا في الجول، الجول الثاني، حلو قوي الجول الثالث، طه جابه، طه جاب الجول الثالث، طه حلو جدا جدا جدا، حلو قوي 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 بعد 16 دقيقه بين صالح وطه، وانتو تو حماده نبضه من فوقها وسابها تروح لطاها وبالشمال، يلا يا صالح، يلا يا صالح، الحجرة حطها، يا سلام الجول. يا ولاد انتوا بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. انتوا زي ما كنتوا بتتكلموا على المايسترو وانا قلت عليه البرنس، فانا شايفه ان انتوا برنسات الملاعب. الله يكرمك، نورتوا، دي شهاده نعتز بيها بصراحه يعني. والله احنا معتزين ان انتوا شرفتونا. لا والله شرف لينا ان احنا جينا عملنا حلقه مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب.